مع انطلاقة هذه الأسماء. نتمنى دائما التوفيق لكل الأسماء والشعارات الحاضرة مع أول الانطلاقات، مع أول التحديات. تحدياتنا في صباح هذا اليوم مع هذا السن، بسم الله وعلى بركة الله. مشاهدينا متابعينا الكرام، أعلنت انطلاقة أول الأشواط، أول التحديات وأول الانطلاقات. نسير وننطلق دائما مع المقدمة، مع الصدارة، مع شواهين راشد بن مبارك. هنا الكتبي يتقدم على المركز الأول، المركز الثاني، القادمة الشاهينية قادمة بشعار راشد بن سعيد الزرعي، واللي غيرت هنا شعار عيناوي وسمحة سعيد بن سالم بن عامر العامري، ما شاء الله يقدم سبحة صاحبة إنجازات. ناخذ المركز الرابع لغزي راشد بن سعيد بن راشد بن رقراقي المزروعي، ما شاء الله. شوف القدوم من الشاهينية قادمة بشعار سعيد بن عوض بن سالم السبوسي، ما شاء الله. هكذا هي الأسماء. الهنداسي قادم كذلك يبحث عن ناموس هذا الشوط، ولكن أعود إلى الصدارة، أعود إلى المقدمة. اللحظات الأخيرة، جولة الوامر والانطلاق إلى ناموس هذا الشوط. شوف النوعية من الجانب الآخر الشاهينية، هنا تتقدم سعيد بن عوض السبوسي وسمحة العامري عينوية على ما أظن السلامات اللي وصلت، اللي تقدمت الظبي حمد بن سعيد بن عوض الكتبي. أول ندى لشعار الكتبي، ولكن الصدارة سمحة، سمحة العامري، والكتبي قادم، الكتبي قادم اللحظات الأخيرة، ولكن سمحة روحت بناموس هذا الشوط، انطلقت بالصدارة، ما شاء الله. شعار عينوي حضر في هذه اللحظة، أول الانطلاقات للأبكار المشتركات يذهب هنا مع سمحة سعيد بن سالم بن عامر العامري. سلام سلام عيناوي، سلام، تهانينا والناموس لمالك سمحة، وتضيف هذا الإنجاز إلى إنجازاته وسجلاته الحافلة دائما بالانتصار. المركز الثاني، المركز الثاني وصلت بشعار الكتبي اللي وصلت لنا الظبي حمد بن سعيد بن عوض الكتبي. المركز الثالث وصلت على المركز الثالث لغزيل لراشد بن مبارك الكتبي. التوقيت الزمني راشد بن سالم بن راشد عفوا بن رقراقي المزروعي. دقيقتين وتسع، دقيقتين وتسع هو التوقيت الزمني. ساعة وصولي سمحة تضيف هذا الإنجاز إلى إنجازاتها السابقة دائما، وصاحبة التواقيت الأفضل دائما على أرضية هذا الميدان. تهانينا والناموس لمالك سمحة إلى العامري وعينوية، ما شاء الله صباحية. سعيد بن سالم بن عامر بن علي العامري، شكرا يا بن غراب، رشحها وأتت مع الترشيحات والتوقعات. الظبي على المركز الثاني لحمد بن سعيد بن عوض الكتبي، والمركز الثالث هنا لغزيل اللي وصلتنا لراشد بن سالم بن راشد بن رقراقي المزروعي، ما شاء الله.